أهلا بكم مشاهدينا الكرام في عددها العاشر لمختصراتها حول المرأة القروية بالمغرب. أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن تعداد النساء القرويات بالمغرب هذا العام نهز 6.5 مليون نسمة، أي ما يعادل حوالي نصف الساكنة القروية. وتفيد المندوبية أن النساء القرويات يشكلن موردا بشريا مهما للتنمية، ففي عام 2017 بلغ معدل النشاط لدى النساء القرويات 29.6% مقابل 18.4% لدى النساء بالوسط الحضري و 22.4% لدى النساء على الصعيد الوطني. بخصوص معدل الشغل لدى النساء بالوسط القروي فقد بلغ 28.7% مسجلا مستوى أعلى بكثير مما هو عليه لدى النساء بالوسط الحضري. هذا ويبلغ معدل البطالة في صفوف النساء القرويات 3.1% في حين يصل إلى 25% للنساء بالوسط الحضري و 14% لدى النساء على الصعيد الوطني. وسجلت المندوبية السامية للتخطيط أنه على الرغم من كون مؤشرات التشغيل لدى الإناث أفضل نسبيا بالوسط القروي مما هي عليها بالوسط الحضري، فإن الأنشطة التي تزاولها المرأة القروية لا تساهم بشكل كاف في تحسين وضعها الاعتباري. ومن بين عوامل ذلك كون الأغلبية الساحقة للنساء القرويات المشتغلات يزولن أنشطتهن في المجال الفلاحي، مع العلم أن 90% منهن لا يتوفرن على أي شهادة، في حين أن 70.4% من النساء المشتغلات بالوسط الحضري يعملن بقطاع الخدمات. وبخصوص الولوج للتمدرس سجلت المندوبية أنه على الرغم من التقدم الذي أحرزته الفتاة القروية في مجال التمدرس بالمستوى الابتدائي، فإن ولوجها إلى باقي مستويات التعليم ما زال محدودا. فعلى مستوى السلك الإعدادي مثلا بلغ المعدل الصافي لتمدرس الفتيات القرويات خلال 2017-2018 39.73% مقابل 80.15% عند فتيات العالم الحضري. وتؤكد المعطيات أيضا أن معدل الأمية في صفوف النساء القرويات وصل عام 2014 إلى حوالي 60% مقابل 31% بالنسبة للنساء بالوسط الحضري. وعلى مستوى الخدمة الصحية سجلت المندوبية السامية للتخطيط أنه إذا كان معدل وفيات الأمهات على المستوى الوطني لا يتعدى 72.6 حالة وفاة لكل 100,000 ولادة حية و44.6 حالة بالوسط الحضري، فإن مستواه لا يزال مرتفعا بالوسط القروي حيث بلغ أزيد من 111 حالة وفاة. شكرا على وفائكم مشاهدينا الكرام، وألقاكم غدا بحول الله.